من داخل المديريه الاقليميه شتوكا اتباها، الاسم الحسين الصبيطي، استاذ فرض عليه التعاقد. اذا تحيه عاليه مجددا من داخل الاطار التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. اذا هذه المعركه التي نخوضها اليوم هي استجابه لنداء المجلس الوطني الذي دعا الى ثلاثه ايام من الاضراب، مرفوقه باعتصامات من داخل المؤسسات ومعركه المؤسسات، بالاضافه الى اعتصامات واشكال احتجاجيه من داخل المديريه الاقليميه. اذا معركتنا اليوم تاتي ردا على مجموعه من المغالطات التي تحاول الوزارة أن تمررها، وكذلك من أجل تبيان المقصود والغاية من هذه الوقفة، كذلك بعض الممارسات الكيدية التي يمارسها بعض المدراء أو التي تمارسها المديرية الإقليمية في حق مجموعة من السادة الأساتذة المتمثلة في مجموعة من الاستفسارات، مجموعة من الإعذارات وكذلك التوقيفات. ونقول نحن أن المس بأي أستاذ هو المس بالتنسيقية جميعا، وأن المس بأي أستاذ لن يزيد الوضع إلا أكثر احتقانا. كذلك نريد أن نوضح رسالة واضحة إلى جميع الآباء وجميع الأمهات، فإن معركتنا هذه ليست ضد الآباء وليس ضد الأبناء، وإنما التلاميذ هم جزء من يتجزأ منهم ونحن جزء منهم، فنحن أبناء المدرسة العمومية جميعا. أن معركتنا اليوم هي معركة في حقي أو في ضد من سلبنا حقنا، وأن جل النتائج أو جل الفروض صحنا مع تلامذتنا الأعزاء وأبنا لهم وأعطيناهم جميع النقاط المتعلقة بهم. ومرحبا بجميع الآباء ومرحبا بجميع الأمهات لمن أراد أن يطلع على نقطهم ونقطهم في أمان، ونحن معركتنا هذه جاءت كخطوة تصعيدية، وتحية لجميع المنابر الإعلامية الحرة. مصطفى بيكوز، ممثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالشوكا اتباها. إذا نحضر اليوم لهذه المحطة النضالية التي أعلنت عليها التنسيقية الوطنية للأسد المفروض عليهم التعاقد بالشوكا اتباها، نتيجة يعني بعض المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، خصوصا يعني أن التنسيقية يعني تقود معركة نضالية يعني منذ سنوات،
مطالبة بحقها في الإدماج، لكن بطبيعة الحال أن هذه التنسيقية لم يعني تلقى الآذان يعني المسؤولة من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي، ولكن في كل مرة كانت يعني الإجابة التي كانت تتلقاها هي الاقتطاع من الأجور التي هي بطبيعة الحال هزيلة أصلا في ظل يعني هذا المعيشة أو غلاء المعيشة الذي تعرفه بلادنا. بطبيعة الحال يعني الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، كما قلت جربوا كل وسائل النضالية، أبدعوا الآن ما يسمى بمقاطعة مسار، وبطبيعة الحال هناك يعني تهديدات من أجل تنهيهم عن معركتهم المشروعة. وبطبيعة الحال الجامعة الوطنية للتعليم يعني حاولت أن تصوغ بيانا في الموضوع من أجل تضامن ويعني الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية عموما بالإقليم، وتحية للمنابر الإعلامية الشريفة، وتحية عالية للكل.